السلام عليكم، نبيل العلوان مقاول ذاتي، نشتغل في قطاع الزليج. المقاولة ديالي توقفات بالكامل بسبب هذه الجائحة، 3 شهور وانا جالس بلا خدمة. بغيت نعرف واش نقدر نشتغل في شي قطاع اخر وشنو خصني ندير. وشكرا. السلام عليكم سي العلوان. بلا شك الأزمة الحالية ضررات بزاف ديال المقاولين. راهو قبل ما نجاوب على السؤال ديالك كنفكرك بان كاين واحد الكريدي اللي هو كريدي المقاول الذاتي اللي يقدر يعاونك باش تدوز هذه الأزمة. هاد الكريدي اللي تيوصل حتى لمليون ونص وفيه بزاف ديال المزايا، 0% نسبة الفائدة، مصاريف الملف ما كاينينش والخلاص على العام. دابا بالنسبة للسؤال ديالك، انت كمقاول ذاتي تقدر تبدل القطاع ديال الخدمة ديالك، خاص غير القطاع الجديد يكون كاين في ليستة القطاعات اللي مقبولين في المقاول الذاتي. غير هو رد البال واحد الحاجة، إلا كان القطاع الجديد قريب من هادشي اللي كدير انت وكتعرفو ماشي مشكل، اما الا كان القطاع جديد بالنسبه لك ضروري بانك تكون راسك وتقوي المعرفه ديالك. ومن هنا كننصحك بانك تستخدم خدمات دار المقاول، سواء حصص تكوينيه، سواء دورات المواكبه، سواء لقاءات مع الخبراء او لقاءات قطاعيه. هادشي كامل باش تقوي المعرفه ديالك. هاد الخدمات ديال دار المقاول كلهم مجانيين وكنقترحهم حاليا عبر الانترنت. وما تنساش في الاخير باننا ديما راه الاشاره ديالك لكل سؤال او تساؤل. التجاري وافابونك فيكم واثقون.